هذا الهضره ديالكم كلها غير زايده. سير قولوا لهذاك سفيان اللي ما قدو حد شاري باركو يرد ليا فلوس اللي عطاته امه ولا عمرو يفرح به. الله يرضي عليك، حنا راه جايين عندك وين نتكلموا معاك بالمعقول. هذيك المراه ندوز انت وياها 10 وتنوض في الاخر وتقول بها انها مشفراك، حشومه هادشي راه ما يقبلوا لا الله لا العبد. انت هذيك واش تقر فيها شي 10 ولا خير درتو فيها؟ وكتعرف العشرة كون عرفتي مزيان اش كنسوى واش على قبل ولدها تخوني انايا. ماشي فلوس كادوك واش نربحهم في القمر؟ هذاك يوسف نسيبي ورد شي بركه على بواه، وسفيان بغى يدخل معاه شركه. انت انا سيدي عطيتو داك التقاعد ديالي، هادشي اللي كاين. شنو دابا طبختوها ودرتو لها بزيره ومليحه وقيتو لها تخريجه، انتاش غادي تولي جدري تاع التقاعد ديالك؟ وانت هاد الفلوس هادو منين جاوك باش تسرقهم لك هي؟ واش عرفتي باركو بشحال كيسوى؟ انت اش دخلك؟ الكامل مبارك راه عنده الحق، انت غا موظف عادي، منين جاوك هاد الفلوس؟ انا موظف ممتاز، وكون عادي ولا ممتاز ما شغلكش. ها وهذاك الباركو واخا تكون عندي في غير فنفاله، باغي فلوسي. لا لا لا، انت هاد الماء الخاسر اللي كتشرب هو اللي كيدير لك هاد الحاله هادي. اجل دابا بغا تدوروا لي الصمده. شوف حنا راه زعما حاسبينك واحد من العائله، وداكشي علاش جينا لعندك. الا انت هاد المراه هادي سرقاك وعندك الدليل، سالو سيدي قيد بها، اش قلنا شي عيب؟ لا توصيتي مع لبكاه، ما غاتجيش انت توريني اش غندير انا. حتى حنا سيدي ما غاديش تجي تورينا انت اش غنديروا حنا. هي الاولى. واخا سيدي هي الاولى. سير سيدي سير امك. يلا. مزيان. ما تنساوش فلوسي ولا الباركو، اختاروا.